السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي، مرحبا بكم في فيديو جديد في وصفة جديدة ومواصفات سمية. اليوم إن شاء الله غادي نصايب معكم حريشات صغار بسميد والكوك اللي كيجيو خفافين وشاشين لذادين الفطور. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. إلا عجبتكم وصفة ديال اليوم ما تنساوش تداموني بلايك وتشاركوا في القناة ديالي وتخليوا لي كومنتير كي جاتكم وصفة ديال اليوم. عندنا كاس ديال السكر سنيدة حبيبات، كاس ديال الزيت ما عامرش، كاس ديال الحليب، قيمة ديال جوج أكياس الخميرة بيكن باودر خميرة ديال الحلوة، كاس إلا ربع ديال جوز الهين الكوك، دانون بأي نكهة بغيتو، بيضة كاملة، وخمسمية غرام ديال سميدة الحرشة، سميدة رقيقة ديال الحرشة. في إناء غادي نحط البيضة وغادي نحط الدانون نخوي عليها الزيت نخوي الحليب كاس سكر سنيدة ونخلط الكل جيدا من بعد ما خلطتهم غادي نضيف نصف الكميه نصف كميه السميده ما نضيفهاش كلها نضيف عليها الكوك اللي هو جوز الهند وغنضيف قيمه ديال جوج مع جوج اكياس ديال الخميره بيكنج باودر نخلط الكل جيدا والسميدة ماشي ضروري ديرو نصف كيلو يعني كاينة السميدة اللي كتشربو كاينة لا عندكم ميزانكم غادي نضيف الكمية اللي باقية أنا كنخلط وأنا كنحرك وأنا كنضيف حيت مبغيتهاش تجيني قاصحة نضيف شوية انا هذا هو القوام اللي بغيت وغادي نعبر شحال بقى ليا ديال السميدة قدامكم نشوف شحال بقى ليا خليا كاس الا ربع ما استعملتوش حيت عندي سميده كتشرب غادي نغطيها ونخليها لمده ربع ساعه تشد راسها ونرجع ان شاء الله دازت 15 دقيقه العجينه ديالي هي نشفات هذا هو القوام اللي بغيت باش تكور ليا التفنيد باش غنفندها خديت الكوك قد الكوك قد السميدة غادي نخلطهم خلطهم مزيان فيهم غادي نفند حريشات صغيرين ديالي غادي ندوز في شكل كويرات بالحجم اللي بغيتو تقدو تصغروهم تقدو تكبروهم غادي نديرها في الكوك والسميدة بهذا الشكل هذا غادي ناخدها ونحطها في العطا نفرشها بالورق
قادها نحاول نعطي هذاك الشكل دائري نعاود واحدة اخرى. نتوما الى لقيتوا العجينه مازال ما نشفاتش وما بغاتش تنشف لكم زيدوها شويه ديال السميده وخليوها 5 ديال الدقائق وشكلوها. نعطي هذاك الشكل دائري ونحطها في الوطا نحطوهم بعدين شويه. انا اللاطه ديالتي فرشتها بالورق، نتوما الا ما عندكمش الورقه وما بغيتوش تفرشوها بالورق دهنوا لها شويه ديال الزيت ورشوها بشويه ديال السميده وحطوا فيها. انا نكمل الكويرات ديالي كلهم هكا ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما نكملوا. ساليت الحريشات ديالي كلهم كورتهم ومسخنها الفران على درجة 180، مسخنها شعلها من التحت ومن الفوق. غادي ندخلهم قرابين العافية الفوق قرابين الفوق غنحطهم. انا نوريكم كيفاش ندير لهم حتى يتشقوا عاد نهبطهم لتحت. هانتي غادي نحطهم الفوق ما غاديش نحطهم انا لتحت، غنحطهم فوق قرابين العافية حتى يتشقوا ليا من الفوق عاد نهبطهم لتحت باش يكملوا الطياب ديالهم. تشقات لينا الحلوه من الفوق، هانتي هاكي كتجي. غادي نهبطها لتحت تكمل الطياب ديالها ومن طيب نتلاقاو في طبق التقديم ان شاء الله. من بعد ما طابت الحرشه ديالنا هاكي كتجي، كتجي لذيذه ورائعه، ما كتجيش معجنه من الداخل وكتجي هشيشه. وكتجي خفيفه للفطور. وانا حطيت معكم الطابله ديالي ديال الفطور متواضعه مرافقه ليها شويه ديال الحلوه اللي فايت صايبت معكم. غادي تلقاو الرابط اسفل الفيديو. نتمنى وصفه اليوم تعجبكم ونتمنىكم تجربوها بصحه وراحه، ونشوفكم ان شاء الله في وصفه ثانيه. السلام عليكم.